القمة حتى القمة. يلا 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 والله واجد بلونات. يلا السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. معاكم يوسف وابو خلود من قناة لوكو فريند. أول شيء مصحصح. أول شيء أنا مصحصح. ثاني شيء هذا يوم مميز، اليوم الوطني السعودي. الهمة تحت الهمة إيش؟ القمة حتى القمة. إيه مو سعودي، يقول الهمة تحت القمة. لا والله لا. إيه علم السعودية حقي، سيارتي نسيتها. يا الله ماني ضيعت علم السعودية اللي جايبه بخلود المحل اليوم اللي مفاجئنا. طيب سؤال، سعودي؟ ها؟ انت سعودي؟ متأكد بس أكيد مسخطة أحوالك. اليوم قلنا طريقة احتفالنا بتكون عن طريق البالونات، فتعاوننا مع محل الأفكار الذهبية الموجود في الدمام، محل مسؤول عن تنسيق هدايا وأشياء. ما قصروا ما قصروا ما شاء الله، أصلا أغلب مناسبات الشرقية كلهم هم مسؤولين عنها. بخلود لا تقول لهم بس بالونات، مجمعة في كل شيء ما شاء الله تحتاج، من ادوات مدرسه كل شيء، من تجهيزات حفلات. لو ادخل داخل ادور بلاقي يوسف واحد ثاني. طيب يا جماعه، حتى مجسمات في المحل هذا قدموا لنا عدد كبير من البالونات. الحين بندخل ما تخيلون قد ايش، لدرجه انه يوم جينا احنا بنبي ناخذ البالونات، يوسف انا ويوسف على قدنا بناخذ البالونات بالسياره ركبها احتفل فيها. قال لي بيلكم يا حبيبي يا ديانا يا شاحن عشان تشيل البالونات. ديانا هي شاحنه، ديانا هي شاحنه. لا غير ديانا، ديانا صغيره ديانا. انا اقول مو وقت شرح. المهم من كثر البالونات اللي جايبينها لنا لازم تدخل بشاحنه، فالحين احنا راح ندور شاحنه احتياط عشان الهوشه. هذه ديانا وهذه الشاحنه يوسف. ايوه اوكي، شفت انه في فرق، في فرق. على افكار ذهبيه ليتس جو. وصلنا محل الافكار الذهبيه، الحين بنشوف البالونات اللي مجهزينها لنا داخل. والله ما شاء الله، شوفوا هذه كل البالونات تبعنا يا جماعه الخير، قسم بالله تقريبا فوق ال100 اكيد، اي فوق ال150 حبه بالراحه. بخلود شوف شوف فوق كله ذا، هذا كل اللي بنوزع على الناس. جاهز يا جماعه؟ هذا قررنا ان احنا نوزع على الناس. أيوة. بس اللي هناك راح نطيره في الكورنيش. شوفوا شوفوا ما شاء الله ما شاء الله ما شاء الله، شوفوا هذا كله راح يطير اليوم. يعطيك العافيه، ما قصرت يا حبيبنا. يعطيكم العافيه جميعا. يا جماعه المحل كل شيء في الفتره هذه له علاقه باليوم الوطني موجود، زاد اشياء الاكسسوارات والامور هذه، تزيين كل شيء كل شيء كل شيء. المحل فيه كل شيء، كل شيء له علاقه بالحفلات، بالتزيين، بالاكسسوارات، اي شيء تتخيله في الاماكن اللي برا تلاقيه غالي، بتجي هنا تلاقيه بسعر مره حلو. معناته حتى لو انت حاط شيء في بالك وجاي المحل لازم تشتري شيء زياده. هي حتى صحون الاكل موجوده، باقي الاكل. كل شيء كل شيء والله كل شيء كل شيء. اوه انت مباع هنا، وين استكفى؟ هي ورديه سوداء منق كل شيء. هم حتى القمه، هم حتى القمه. يلا 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 والله واجد بالونات. يلا والله كبير. قطار اللوكو، قطار اللوكو قسم بالله كميه مش طبيعيه. يلا عين اللي بالمرجان، نروح المرجان بنوزع. اي واحد بيمر بنعطيه بالونه، اي واحد بنعطيه، حتى بخود لا بخود خسيان. هذه هديه من اللوكو كذا بنعطيه. شوف شوف والله اطول مني اربع مرات. اهلا والله. انت كل شيء تقيس على طولك، اوكي طويل بس مو كذا يعني. هي اللي ما شافني بالحقيقه اصيح لك تشوفني. جيبها بخلود. لا لا يا حليل، انا اقول حق يوسف خل ركبها بالدينا بسيارتنا. ها يقول لك روح جيب ال 50 حبه مجنونه. لا تصارخ يا جماعه، مو قادر اشيله. اوه والله هوا مره قوي، لا يطيرون. شوفوا المشكلة لسه ما ركبنا فيهم حدايد، يعني لو طارت مني خلاص مستحيل ارجعها. ما شاء الله، انتبه لا تطير. بيك 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 بيك. ترى هذه حقة التوزيعات. والله هذه يا جماعة كل الحبات هذه راح نوزعها لكل واحد يشوفه في الشارع. ليتس جو. هي يلا يلا حطها حطها في السيارة، حطها في السيارة. يعني حتى لو سيارتك باص ما راح تكفي. شوفوا شوفوا كيف، شوفوا الكمية. بخلود جاهز؟ طيب ايه. إذا حطوا بالغلط 60,000 لايك يمكن نفول هذه مرة واحدة. وات؟ طيب وصلنا لوكيشن يا جماعة الخير، جزيرة المرجان. أول شيء بنفك البالونات الكبيرة، بعدين أي واحد راح نشوفه هنا تحصل على بالونة. لو ما حصلت على البالونة راح نوديك الأفكار. ها؟ 5 ريال. بخلود بس مرة ركاب. يا جماعة هذه جزيرة المرجان في الدمام، هنا راح نطلق البالونات. وهذا أبو جابر يعطيك العافية يا عمي، ما قصرت. يعطيك العافية يعطيك العافية. أحلى واحد في الدمام اليوم. وأنت طيب إن شاء الله. وأنت طيب إن شاء الله. لا هذا بالوناتنا. لا تطير يوسف، لا تطير، مسكني مسكني مسكني.
واو 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 نطلق هذه كلها فوق، يمكن من الحماسة طير كابي معاهم. ايه انا ما اشوف نفسي بغض، ما اشوفك وينك؟ ايه هذا العيون اللوكو. بس انتوا راح تسألون ليش راح نطير البالونات، لان انتوا كلكم ممكن في دول مختلفة، فالبالونة راح توصل دولتك. يا اخي ميزة بعد ما تسوي لايك شوف تسوي ايه. اوكي وصلنا الحين الوقت بدا يغرب، دائما انا بخلود نتاخر بالوقت، ما ادري بخلود ترى والله بخلود، اكتبوا في الكومنتات هاو شو دائما اعد ما مو راضي يتادب. المهم راح نفك الحين البنات ونطيرها كلها. اي واحد خايف من الكورنيش بفقع بالونات قدامه كذا عشان يخاف. شوف افقع متابع افقع. مستعدين للانطلاق؟ الكورنيش صار مره زحمه، كلهم يترقبون الانطلاق. المهم اي واحد من اللوكس يا جماعه اذا جات البالونه ياخذها ويحتفظ بيها ويصورها لما تكفون. يوسف ثبتها كذا. يلا اوكي ثبتها كذا. ايوه يلا اوكي يلا بسم الله. يلا جاهز. شلون الحين امسك شيء انا؟ لا اصبر ما انت والله بخود يقول اعرف. الله حق انت عارف ما ادري ايش صار. يلا يوسف 3 2 1 يلا اسحب. شلون؟ يلا ما قاعد تفتح. اصبر ليه ما يفتح؟ اوكي ايه باقي ثنتين باخذهم من البيت. ايه اسمع هذه اللي بقت. ايه ابو خلود اطيرها ايش؟ احس دي بتروح العراق. اطيرها شوف الراحه. شوف شكلهم صار مره حلو. شوف اقسم بالله كثير. بالكومنتات ادعوا انهم يرجعون. يا رب. شوف صاروا كانهم قلب. شوف طيب هي شوف طيب شوف 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 عم شوفوا راحوا وين اخر شيء. قسم بالله الحين ما نشوفهم الا صغار، كانهم صاروا ثنتين. الحين فقره التوزيع. اسمع والله كانهم عصافير. بالونات اللوكو ايش فيك ندمان؟ عادي ترى عادي. المهم اسمع الحين اسمع اي واحد نشوف بمر الحين ياخذ البالونه. ايش رايك؟ كم قلت؟ اي واحد ياخذ ويشترط بسيطه مني. جاهز تاخذ بالونه ولا عشان تحتفل ويانا؟ لازم تحتفل اولادي. طيب انت خذ بالونه وديها لعيالك. ابدا ده فرح. كل فرح حبيبي مخلود. ايش فيك؟ طلعوا تنتظرك ورا. شوف الزحمه. هي كلهم جايين ويانا. شوف الزحمه. مخلود لا عرفت تفك الاولى ولا عرفت تفك الثانيه. لا شربكتهم شربكه مش طبيعيه. والله نكد وجه النكد. يتني مصور الفيديو الحالي. صدمه كبيره يا والقلب يا كاني جاب حيره. اسمع سعيد الحظ اللي بياخذها كلها. غربة الشمس لقطه البالونات اللي طارت مره حلوه. الحين يا رب ان البالونات تكفي الناس اللي موجودين الحين، لان احنا انحرجنا مو قادرين نفك الربطه اللي تحت، زائد ان احنا بنقصها بيسوون خيوط صغار بنعطيهم كل واحد واحده. اتوقع لو فلتت من يد البالونات وطارت بيطقوني طق. في مساعده جت من بسم الله. ايوه يعطيه العافيه. اول بالونه طلعت بعطيها حق اول ناس كانوا قاعدين. جايينك ايوه الحين بجيب. طيب هذا اول خبر بالونه. يوم وطني سعيد على الجميع. تفضل قص اعطي ثنتين. والله المنقذ جاء. المنقذ قاعد يفك. 10 ريال 10 ريال 10 ريال 10 ريال 10 ريال. يوم وطني سعيد. خذ حق نظر. انت بتشا حق عياله. طبعا ما قدرنا نفكها مستحيل، فراح نمشي الحين راح نوزع للناس. اللي ما بيطلع بالتصوير يقول لك اكتب لنا بالخاص. ما قصر اللي ساعدنا نفك البالونات. اليوم احتفاليه باليوم الوطني. تفضل وانت بالف خير حبيبي. انا اشوف يوسف اشوف ان ابو خلود ما منه فايده. انا اشوف انه عنصري. ليه؟ لان اخذت تيشيرت اخضر على اخضر. تعال يا عم بس هي صغيره شويه. ايه جيب الحدايد ترتاح. كلامك بخير حبيبي. ما شاء الله البنت الكيوت هذه مو تستاهل بالونه. بالونتين. ايوه لان اول شيء ماسك العلم وثاني شيء لابسه كمامه. ايوه خذ اثنين بيضه واحده خضراء. خليتي بالونه. تفضلوا. اكثر شعب احتفل ويانا اليوم الشعب المصري. ايه ناس الكوميه. تعال الراس عنده. جزيرة المرجان ما قصروا. وتفضلوا تفضلوا. هنا بالون اعطيناهم واحدة خضراء واحدة بيضاء عشان ما يهاوشون. نخاف نزيد واحدة وتطير سيارتهم. ايوه تفضل يا عم. تفضل عاوز بيضة ولا خضراء؟
اي لون؟ شوف جايكم جايكم ياخذ بالونه. هذا يسوي نفسه مو لا عرفت جاي يمشي جمري. تعال اصبر 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 ايش فيك انحشت؟ تعال خذ بالونه. تعال خذ بالونه. يلا 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 يلا. مره رطوبه وحر تعب. بخلود حر حر خليك فيها للاهل بس. همه تحت القمه يستاهل. المكان هذا ما كان فيه ولا احتفاليه فاحنا قررنا احنا نسوي احتفالياتهم يعني تحت قناه لوكو فريند. والله كله من يوسف من اول ما بدينا الفيديو قال لي همه تحت القمه وانا طول الفيديو قاعد اقول والله قاعد اقول ايش قاعد يقول. قلت لك ان انت مو سعودي. افكرك تطقطق علي. كل عام وانت بخير. كل عام وانت بخلود. ما يصير تعطيهم كلها ابيض. وش الدوله ذي اللي كلها ابيض؟ لان ابيض لان قلبه مره ابيض. انا قلبي اخضر. قلبك اخضر. ايه ما بقى الا شوي باقي واحده خضرة حق احلى ابو حميد في الدمام. ايه هم فوق القمه. ايه ابو حميد ابو داحم اليوم صراحه انا ودي اكافئكم فتستاهلون. خذ اصغر واحد. لا هذه الجمله صح ولا هذه الجمله صح؟ لا هذه الجمله صح ولا هذه هم حتى القمه. والله هم فوق القمه. ايه عطى حديد عطى حديد. تيك 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 انا تيك تيك ذس وان ميك امشي امشي. Hold it tight, you're strong enough. قسم بالله تعبت. اسمع سنسك طيرتهم بالغلط. طيب سنسك طيرتهم بالغلط. خلص الفيديو يوسف من متى احنا نكذب؟ اوه عارفها ذي. اسمع انا اشوف ان يدك تقلب. ودك تحكي يدك؟ والله يدي 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 والله صارت والله. ايه وقسم بالله اني قعدت استهبل وياه طلع من جده. احملك من جده. قسم بالله اني احسبك تصد. ها والله مالك حق. طيب اسمع بقوا شوي. يلا خلاص اخر شيء. والله منا من احلى الايام الوطنيه اللي احتفلت فيهم في السعوديه لان جد حسينا ان غيرنا شيء في يوم احد. صح في ناس حتى يعني ما كانوا في بالونه طارت. اليوم كان في ناس منصدمين جد ان في ناس توزعوا كذا. صح ان الدوله ما تقصر لكن انا بخذ هذه مبادره مننا ومن افكار الذهبيه. 90% من اللي جاوا كانوا يحسبونا نبيع يعني ما ادري ما اللي قبل ما اعطانا فلوس. واحد بكام واحد جاي يطلع خرده يدور يعد. قلت له مو فلوس خذ خذ استانس. المهم ان الحمد لله ان الناس فرحوا واحنا استانسنا بالفيديو. عبد الرحمن واحمد الدوسري ما قصر ساعدونا بالتصوير بشيلة البالونات وكل شيء. بإذن الله إذا كل يوم وطني يمر علينا كذا راح نقدر نسوي احتفالية حق ناس أكثر وأكثر من لوكو فريندز. وإذا الأفكار الذهبية بيساعدونا كل مرة بكيفهم. أنا أشوف إنها إيماننا تحت. لا والله ما قصروا يعطيهم العافية. في غضون فترة قصيرة على طول جهزوا البالونات وكل شيء وقدموا لنا أشياء برضو زيادة من عندهم. وأهم شيء إن شفنا فرحة الناس. وبخود مبسوط أنت اليوم؟ أنا والله الحمد لله بس لولا البالونات اللي طيرتهم وأنت الله يهديك خلعت فيني. حتى البروش هذا بعد كان وين أفكار ذهبية. يعطيكم العافية على المشاهدة. اشتركوا في القناة إذا انتم مو مشتركين. واذا ان شاء الله وصل هذا الفيديو لايكات فوق الرقم احنا ما كنا متوقعينه ان شاء الله الفكره جايه حق اليوم الوطني. مبروك انا متوقع نقول حق السعوديه ان شاء الله همه حتى القمه وقناتنا برضو همه حتى القمه. يلا باي باي. يس والله سعودي ولا حوالي. همه حتى القمه. اوكي تمام.